معنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني للحديث عن هذا الموضوع. صباح الخير أيمن، سعيدين بوجودك معنا في الصباح. حابين نتحدث عن هذه التقنية أو هذه الخدمة اللي أطلقتها فيسبوك بالتحديد على واتساب، قديش مهمة في هذا الوقت الحالي؟ وصراحة الكل بيتساءل مع عدد المستخدمين الكبير لتطبيق الواتساب، هل حيكون في تفاعل مباشر وتجاوب مع الأسئلة للمستخدمين؟ هلا هن اذا نشوف احنا مؤسسات مثل منظمه الصحه العالميه واليونيسف والان دي بي، الدور الكبير اللي بيلعبوه هو التوعيه، والتوعيه بتجي عن طريق المعلومات الصحيحه. والناس موجوده عم تكون على فيسبوك وانستغرام وواتساب وغيرها من المواقع. فهذه المنظمات اللي عم تقدر تعمله هو عم تشتغل مع مؤسسات كبيره مثل فيسبوك، لما نقول فيسبوك اللي هي عائله فيسبوك هن واتساب وانستغرام والتطبيق الازرق فيسبوك، لحتى يشوف كيف فيهم هالمعلومات التوعيه توصل لمحل ما الناس موجوده وعم تعطي اهتمامها ووقتها. يلي عملته الصحه العالميه بواتساب وبقيت انه في يعني في مليارات من الاشخاص اللي كل يوم على واتساب. وثاني شيء في معلومات كثير مغلوطه منها صحيحه، اشاعات عم تكون عم توصلنا من الاصدقاء والاقرباء لنا عن هذه المعلومات. صحيح. فاللي عملته هو عملت مجيب آلي عن واتساب رسمي هو لمنظمة الصحة العالمية، فيه المعلومات صحيحة وسريعة. يعني مثلا إذا بهمنا نعرف نحن بهاللحظة كم شخص مصاب بفيروس كورونا، فينا نسأله للمجيب الآلي تبع منظمة الصحة العالمية بيعطينا. في مثلا عن شائعات مش صحيحة، يعني مثلا أنا شخصيا كنت أسمع وكنت مصدق أنه بالشمس منا إذا في شمس كتير يعني كمرض ما بيوصل، أو إذا كان برد كتير. لما بالتطبيق بالواتساب تبع منظمة الصحة العالمية ضمن الشائعات موجود أنه لا، ما بيأثر لا شمس ولا برد، الفيروس بينتشر. فهالنوع المعلومات اللي بتصلح للناس. نعم، ايضا عرفنا انه التطبيق مدعم باكثر من لغه. طب احنا لو الان وجهنا للمتابعين انه او المشاهدين اللي بيتابعونا الان، كيف يتعاملوا مع هذا التطبيق؟ هل هي نشره بتوصل بشكل تلقائي للمستخدمين في الواتساب، او هم مثلا بيضيفوا حاجه معينه؟ يعني نبي نعرف الاليه كامله. اكيد. هلا هو اذا هو على واتساب، اذا واحد فتش على جوجل على واتساب كورونا دغري، في يعني باول صفحات على جوجل بيبين في رابط للواتساب، لما ينكبس بيفتح واتساب تلقائيا على تليفونه. نحن نبعث حيلا كلمه، نبعث مرحبا لهذا الحساب تبع منظمه الصحه العالميه، بيوصلنا تلقائيا اسئله معينه عن نحن شو بنحب نعرف. يعني مثلا بيقول لك اضغط حط واحد لحتى يعطيك الارقام تبع الاصابات، الرقم 4 للشائعات مش صحيحه. يعني فهو المجيب التلقائي بيوجهنا، يعني بس احنا نبعث اول رساله بيوجهنا بعدين شو نحتاج نعمل. ويلفت النظر انه امبارح اللي عملته واتساب ومنظمة الصحة العالمية بايطاليا اللي هي كثير مؤثره بموضوع الكورونا، شغالين مع مؤسسات يلي عم تدرس كل الاخبار الشائعات الموجوده على واتساب وغيرها من المواقع. فهلا نحن فينا هلا بايطاليا موجوده، بعدها بالعربي مش موجوده بس بدها توصل مع الوقت. اذا حدا شخص وصله اخبار الايطالي، في حول هيدي الرساله لهذا الحساب مثل ما بيحولها لغير الاصدقاء، وهذا الحساب يرد عليه بيقول له هيدي شائعه او لا، هيدي معلومه صحيحه. فهذا التطور عم يساعدنا بالتوعيه بظرف كورونا اليوم. جميل جدا. طب لو ناخذ الموضوع الى زاويه اخرى، يعني في وقت الازمه هذه، رئيس فيسبوك يطلق هذه الخدمه للمجتمع وللعالم ايضا، هل تشوف برايك انها بادره منه لتلميع صورته، خصوصا بعد المشاكل اللي تعرض لها والقضايا اللي دخل فيها بخصوص انتهاك الخصوصيه اللي دخلت فيها فيسبوك؟ هلا بظرف كورونا في شقين، عنا شق فيسبوك مثل ما تفضلت انت من رئيس فيسبوك والمؤسسات اللي بتتبع لفيسبوك، والشق الثاني هي المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية ويونيسف ويان دي بي، كله صار مضطر بهالوضع يستعمل كل هالتقنية الموجودة وطريقة التواصل الموجودة ليوصل للناس. فهذا عمل ضغط لاثنين ليشتغلوا سوا بمنطقة أكبر بكثير من ما هو موجود هلا. وشغله ثانيه كمان عملتها فيسبوك هي عطت لمنظمه الصحه العالميه ميزانيه مفتوحه ليعملوا دعايات
على فيسبوك وانستغرام، ميزانية مفتوحة للمدعيات ليوعوا الناس على التصرف الموجود. فهذا كمان مرة أخرى من نأكد على النقطة هذه، مين اللي قدم الميزانية المفتوحة؟ فيسبوك، قدم فيسبوك ورئيسها زكربيرج نعم قدموا ميزانية مفتوحة دعائية لمنظمة الصحة العالمية نعم ليعملوا دعايات بكل العالم من دون تكلفة على دعايات توعية ليقدروا يوصلوا لعدد أكبر من الناس. جميل، هذه كلها في الصب في خدمة التعزيز وتوجيه الناس إلى التوعية بشأن فيروس كورونا. صحيح، لأنه هو التوعية. نحن كلنا تغير تصرفنا اليوم لأنه صار في عندنا وعي أكبر، والوعي عم يجينا من أخبار مثل الأخبار اللي أنت عم تتفضل فيها، ومن فيسبوك وواتساب وإنستغرام وغيرها من المواقع. نعم، معنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني، شكرا جزيلا لك.